إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، خير خلق الله وصفوة خلق الله، الذي جعله الله تعالى حجة وقدوة وأسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وجعله هدى ونورا ورحمة للعالمين. هذا المخلوق عليه الصلاة والسلام الذي كما أسلف في الدرس وسع صدره إلى هذا الكون كله بما فيه من ألوان وأطياف وبشر وشجر وحجر، تماهى معه عليه الصلاة والسلام، وسع جميع الخلق في بره ولين جنبه وطيب كلامه وعد لسانه وبشاشة وجهه، ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر منهما. دين اليسر، دين التبشير، دين التسامح، دين العفو والمحبة والأخوة والتعاون وترك الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والفتن، دين إنقاذ البشرية من الأهواء ومن العنف ومن الظلم ومن الأنانية، كما قال ربعي بن عامر، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الانطلاق ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، لا جور لا ظلم لا منتصر ولا منتصر، لا قاتل ولا مقتول، لا معتدل ولا معتدي عليه. هل التعليم ما أحوج البشرية إليها الآن أيها الأخوة، في زمن الهرج والمرج، في زمن الفتن التي أمعنت في الأمة بل وأمعنت في الخليقة كلها؟ لأن مدرسة إبليس أيها الأخوة ما زال روضها الكثر من يوم أن قال لنا خير منه، بدأت من هناك الأجزاء وأتباعه بالملايين، واجبنا نحن أولا أيها الأخوة أن يكون النبي أسوتنا وقدوتنا بالقول والفعل، مش بالكلام
أحفادي أحاول أن أكون مثلهم. كيف كان في الحرب؟ كيف كان في السلم؟ كيف كان في النوم؟ كيف كان في اليقظة؟ كيف كان في السفر؟ في الإقامة؟ في كل أحواله أحاول أن أكون مثلهم. وإلا ما يعني بالله الإسلام؟ السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان النبي عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، يعني الصورة المتمثلة بالبشر من القرآن هي محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن منهج يظل منهجا، يظل أيها الإخوة حديث دفتين، ما لم يترجم، ما لم يبدأ هذا الكلام في القرآن ملموسا وين؟ في أرض الواقع. إنه ما بيصير أن أحفظ القرآن وأقرأ القرآن 40 مرة في رمضان وأنا حقود على الناس وأنا قاطع رحم وأنا إنساني مقص لا يفرق يلج في أعراض الناس في حدود الله في حرمات الله في شرك وحاضر صح حاضر لكن هيهات هيهات. كالعيس في البيتان يقتله الظما قلناه فوق الظهور يا محمود. والله سبحانه وتعالى قال ولك كلك الذين حملوا التوراة ثم ايه لم يحملوا. لماذا؟ أدرس كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الأسرى. ما نشاهده الآن من الأمة ما تفعل في بعضها أقسم بالله البهائم البهائم لن تفعل ما يفعله المسلمون ببعضهم من غل وحقد بطوائفهم ببلادهم بنحلهم بمذاهبهم انتقام غريب عجيب. التاريخ ما شهد مثله ونحن في القرن 21. أين نحن ممن ندعيه المكف؟ أين واقعنا الآن؟ أي إنسان غير مسلم ينظر لواقع شبهه فإنما خير أمة أخرجت للناس معقول؟ يستغرب قبل 1400 سنة من المسلمين الآن. يا سلام
طب جاء الاسلام وقلب لا فاقه في الاسلام، هل عاد جاهلي ممنوع ان تاخذ القانون ليدك؟ لا، بده ياخذ القانون ليدك ويقهر لدم الحسين اللي اهل السنه ما ليش علاقه فيما جرى بين هؤلاء من قبل 1400 سنه. مين منا كان من الحلال المكافئ؟ شارك في لا، في طائفة من المسلمين كنتوا بتدفع الثمن، وإذا بنكشف فتنة طائفية يعني شركات في فتنة مذهبية مثلا، في فرق إسلامية يلعن بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويخرجك من الملة على كلمة، ولما بتخرج من الملة ولا في شيء اسمه حكم المرتد، مع انه موضوع خلاف مثلا. بيجي بقول لك ابو بكر الصديق حارب حروب الرده، قلنا هذا الكلام هذا افتراء على ابي بكر الصديق وافتراء على الاسلام والاخوه. اللي بيرتد يرتد، يعني نحن الامه الاسلاميه اذا انت اسلمت خلاص يعني سدناه، ممنوع اعتقاد المستحور من شاف مليون وشاف اللم. طب لماذا قاتلهم ابو بكر الصديق؟ قاتلهم لانهم قاتلوه، لانهم كانوا محاربين، مش لانه فقط منعوا الزكاه، لا، وظهر كذابون وانبياء ادعوا النبوه وشكلوا جيوشا وميليشيات وبداوا بقطع الطريق وارادوا ان يهدموا الخلافه اصلا، فاضطر الى قتالهم. اما في الاسلام قتال القلب، هذا القلب، يعني احنا يجب علينا ان نقاتل العالم ليدخل في الاسلام. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ الله جعلها واضحه بينه يا جماعه، مثل رابعه النهار كما يقال، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني احنا اذا انت دخلت في الاسلام ومش مقتنع بالاسلام مجبور تضلك في الاسلام، مش ناقصنا منافقين؟ هل الاسلام يربي منافقين؟ لا، انت الايمان امر باطني داخلي قلبي، انت تؤمن بالله. لو الان جمعنا كل مسلمي العالم هل نعرف من هو مؤمن حقيقي ومن هو غير مؤمن حقيقي؟ لا نعرف. مش قال النبي عليه الصلاه والسلام اشققت عن قلبه؟ عفوا، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وفي بعض الناس يكونش صادق في اسلامه لكن تهب عليه لحظه صديق فيتوب الى الله فيقبله الله بل ما يشاور وبل ما يبعث لك، كما حصل مع موسى عليه السلام لما استسقى القوم قصه معرفه، فابى الله ان يسقيهم فاستغرق موسى، قال يا موسى فيكم نمنان واحد يعني، يعني زي ما قال بعض المشايخ، الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى يحاسبنا كما حاسب قوم موسى، اذا عشان نمنان لم ينطقوا، شوف كم نمنان فينا مش كده. فبالتالي كان يوم استسقوا فامطرهم الله عز وجل موسى، قال يا رب ما بينش النمنان، فقال يا موسى لقد تاب بيني وبينه توبة فقدمتها. الله اكبر، ما في يعني ايش غاية؟ لا لا، بينك وبين الله. فالدين شيء داخلي، شيء قلبي. ما وقر في القلب في يوم، القلب هو الذي يقر بالتوحيد، يقر بالاسلام، يقر بالايمان. للحديث بقية، أو كما قال الحمد لله، أصلي وسلم وبارك على سيرة خلق الله وصفوة ما أرى الله. ما من شيء أيها الإخوة خلقه الله تعالى أكرم من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، وبقدر قربك منه واقتدائك به تكون مكرما، والعكس
الله عز وجل يا إخوان رفع هذا الدين وعلى كلمة هذا الدين ونصر أحبابه المؤمنين بصدقهم وبقربهم من الشخص المحوري من الأسوة من القدوة عليه الصلاة والسلام. هو الميزان هو المقياس. بقدر حبك له وقربك منه يكون دينك والعكس بالعكس. لذلك أيها الإخوة نحن مرة أخرى نحتاج حقيقة إلى أن نرجع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من البداية ونحاول نلقي الضوء على مواقفه مع كل الخلق مع جميع الناس من أكبرهم إلى أصغرهم ونحاول ترجمة هذه المواقف إلى حياتنا اليومية. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا توفنا وأنت راض عنا فرج كربنا يسر أمرنا زدنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.